يا مصر ومرحبتين بعطر الفل والياسمين ولكل أطفالنا الحلوين اللي عند بابا وماما غاليين وجوه القلب ساكنين. كل سنة وانتم طيبين. والنهاردة مع أم علي هنفهم ونتعلم ونستفيد كل يوم درس جديد. بس اسمحوا لي الأول أتعرف على حبايبي الحلوين اللي هبدأ أتعرف بيهم. لا مش من إيد الشمال، خلينا من اليمين. نقول مين؟ جاية من الإسراء وجاية من الإسراء والمعراج. اسمك لذيذ هو إسراء. وجنبها مين؟ آيات. آيات، آيات في الكون بتبين لنا إن الله جميل ويحب الجمال، ودي آيات الجميلة. وجنبها شيخ إسلام. إسلام، أنت شكلك مسالم عشان كده سموك إسلام، وأحلى كلمة اللي سموها لك إسلام. طبعاً مش هعرف فضيلة مولانا الشيخ محمد رمضان اللي احنا بنقول ربنا يجزيه كل خير وربنا يبارك فيه، لانه اعاد مرة تانية حلقات ودروس الكتاب اللي احنا في احوج. ربنا يبارك لك يا شيخ. معايا بقى اقدم صديقي وابني اللي انا بفتخر بيه الفاروق. مين؟ عمر. عمر، ربنا يطول عمرك يا عمر، وانا بقول صديقي لانك انت مثال الاخلاق. وجنبي بقى الحاجه مين؟ ريناد. ريناد، اسم كله نقول ايه؟ رنات. ريناد، اسمك لذيذ قوي يا ريناد، ونضارتك حلوه بقى، بصوا طيب. وجنبي بقى نور النواره يا نورا. نورا مين؟ نور. نور، ما انت منوره، بس النور مين بقى؟ محمود. نور محمود، رب دايما كده نقول ايه؟ نور الحياه كلها. وصاحبه الابتسامه اللذيذه مين؟ مريم. مريم، مريم، لا يعني مش هقول غير يا له من عشق في الكلمه. مريم، اسمك حلو قوي مريم. وجنبك بقى اكيد اسمها حلو زي كده. اشرقت. اشرقت الانوار واشرقت نور ليله القدر اللي النهارده احنا كلنا بندعي فيها ربنا سبحانه وتعالى. اللهم انا نسألك العفو، اللهم انا نسألك الخير، اللهم انا نسألك يا رب العالمين ان تحفظ مصر من كل سوء. اللهم امين يا رب العالمين. في ليلة القدر قد طافت ملائكة تبارك الارض من فوق السماوات، والروح فيها، والروح فيها بإذن الله متصل بين العباد بأرواح صفية مضيئة بجلال الله حاملة من عالم النور أشواقا مضيئات تتلو الكتاب، تتلو الكتاب، تتلو الكتاب في ماض وفي آتي. ليلة القدر اللي احنا النهاردة كلنا عشمانين يا رب تبقى الليلة، وان شاء الله ربنا يتقبل كل دعانا.
بس أسأل فضيلة مولانا الشيخ محمد رمضان. شيخ محمد، أنا بالصدفة أنا ومعدي لقيت فيه صوت بيجلجل في المكان، صوت لأطفال بيتلوا القرآن وبيقروا القرآن بحب وبشغف. ربنا يبارك لك، أنا عشان كده شكرت ودعيت لك. بس هل هي عادة على طول ولا عشان شهر رمضان الكريم؟ لا، احنا الحمد لله بفضل الله ثم بفضل دعوات الحج رزق، احنا هنا في المنظرة لينا اكتر من سنة ونص او سنتين هنا، وابناء عمومته برضو في المنظرة الثانية بفضل الله يعني متواصلين على الكتاب الحمد لله ليلة نهار، يعني متواصلين، والاولاد ما شاء الله حافظين، منهم اللي حافظ لغايه خمس اجزاء، ومنهم اللي حافظ ربع ياسين، ومنهم اللي لسه بادئ، يعني دوره مستمره ان شاء الله، مش هنسيبهم يعني ايه بفضل الله سبحانه وتعالى غير لما يختموا. بسم الله، الله اكبر، ربنا يبارك في الحج رزق اللي هو رزق من عند ربنا، لانه فعلا زي ما اتعلم في صغره وفي صباه انه اتربى على قراءه القران، النهارده احفاده، مش هقول اولاده، احفاده اصر على ان هم برضو يتعلموا القران، وزي ما قال سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام: خيركم من تعلم القران وعلمه. ويا رب يا رب يجعل القران كله شفيع قلوبنا، وايه برضو اللي بيخلينا الليله دي ليله مباركه وخير من الف شهر. حد يا جدعان بقى ولا يا جدعان؟ والله لا سألك مره اولى ان انزلوا في اللي قد تنزلوا ملكه وروحوا فيها. يعني ايه؟ لدول ملكة الروح. بسم الله، الله أكبر. عمره لا يتعدى 3-4 سنين، بس لاحظ إن ليلة القدر ليلة مباركة. ليه؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. والله هي لها علامات، أنها تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، لأن معروف أن الشمس كل يوم تطلع بين قرنين شيطان إلا في صبيحة ليلة القدر، لأن الشياطين بتكون مصفضة ولكسرة عدد الملائكة، ففي صبيحتها تطلع بلجة وتكون السماء صافية، ويقال أنها لا تكسر فيها نباح الكلاب، ويقال أن الجو والنجوم الشهب لا تظهر في السماء، وتكون السماء صافية جدا، والجو معتدل، لا حر ولا برد. وكمان من العلامات التي كانت في ليلة في على النبي صلى الله عليه وسلم، أريد يقول صلى الله عليه وسلم: أريد أني أسجد في صبيحتها بين طين وماء، يعني من أيام نزول المطر برضو فيها. كلها هذه علامات، ولكسرة نزول الماء في برضو علامة ثانية، أن الإنسان تصيبه سكينة وقشعريرة لكسرة نزول الملائكة، انشراح الصدر. وندعي من ربنا دايما ونقول ايه بقى مولانا؟ دعوة أخيرة كلنا نقول امين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا وعن والدينا ووالد والدينا وزوينا واقاربنا واخواننا وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين. آمين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين. اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل او فعل. آمين. اللهم اعف عن موتانا وموتى المسلمين. آمين. اللهم يمن كتبهم. آمين. اللهم وسع مدخلهم. آمين. اللهم انزل السكينة على قبورهم. آمين. اللهم اجعل اليوم يوم عيد عليهم يا رب العالمين. آمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. آمين. وجلاء لهمومنا وأحزاننا. آمين. اللهم اجعله قائدا بنا إلى الجنان، ولا تجعله سائقا بنا إلى النيران. آمين. اللهم جازي عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خير ما جزيت نبيا عن أمته. آمين. ورسولا عن دعوته. آمين. اللهم أورضنا حوضه ولا تفتنا بعده. آمين. واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. آمين. وترضى اللهم عن ساداتنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب البيت الحرام والركن والمقام، بلغ منا سيدنا محمد السلام. وليلة القدر خير في عبادتها من ألف شهر، وليلة
الفجر ألواح الخطيئات. لغاية ما نشوف حبايبنا في الحلقة الجاية ممكن نبص عليهم ونقول لهم مع السلامة. أبيالوجو. بكرة معانا حكاية من حكايات عمو علي.